جاك مصباح ماشي مصباح ماشي في الخير روح ما تخش نجيبوا لك ما تخلعش ما تخلعش تفضل لدينا فرص كبيرة كي نفوز بكأس الأمم الإفريقية، نحن منتخب رائع، لقد أثبتنا ذلك وسنواصل إثبات ذلك على أرض الملعب. كل النقاط هي مهمة، نعلم أنها ستكون مهمة صعبة ضمن ظروف صعبة. اليوم نتمرن جيداً ونأمل أن نبقى على هذه الوتيرة.